فارقهم. والله العظيم اني ما ادري، مختلطه عندي المشاعر، ما ادري ايش اقول. وعندنا اللوكيشن ذا اللي هذه وخم بعد اذنك، عندي ابيات اللي دشنوا ابشر سم اسلم يا تقول حلا الا يا لحت الفرقه مع قله فمان الله، وعلى اللي فات تلويحه وداع وخاطر مكسور، قضينا اجمل 3 شهور واللي فات ما ننساه ولا ادري وش يصبرنا بعد كل 3 شهور. هذا اللوكيشن اللي دشنتوه انتو يا خوياي.